يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم حلقه جديده والسادسه يوم من الايام اللي بنستناها وان شاء الله باذن الله يكون يوم جميل نحتفل بيه بتاهل الفعلي بقى للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله لبطوله دوري الابطال انا بشوف الحقيقه باكج على بعض يعني وجهه نظري انجاز التعبير يعني انا بشوف قدامنا 180 دقيقه على اهم انجاز مش بس في الموسم ده ولا في دوري ابطال افريقيا لكن مش هبالغ لو قلت انه ال 180 دقيقة اللي فاضلين في مشوارنا في دوري الأبطال هم أهم 180 دقيقة في تاريخ الجيل ده من اللاعبين ويمكن كمان يكون في تاريخ النادي الأهلي الطويل والعريض والمليء بالإنجازات ليه بقول الكلام ده؟ لأنه إن شاء الله بإذن الله لو قدرنا نعدي ال 180 دقيقة دول بفوزين فوز النهاردة إن شاء الله على وفاق الصيف ومن بعد فوز على الوداد اللي تأهل بعد التعادل الإيجابي امبارح مع بيترو أتلتيكو بنتيجة واحد واحد نبقى أو يبقى الجيل ده حط اسمه بحروف مش من ذهب من نور في تاريخ النادي الاهلي حقق ثلاث بطولات دوري ابطال افريقيا على التوالي وده انجاز بيحصل لاول مره مش في تاريخ النادي الاهلي ده في تاريخ افريقيا كلها من اول ما ابتدينا نلعب كوره لغايه يومنا هذا يبقى معناها او نترجمه بالوصول لمونديال العالم للانديه في ثلاث نسخ على التوالي ومكاسب تانية كتير جدا تكلم على مكاسب فنية تكلم على خبرات تكلم على جوائز مالية بالتاكيد طبعا الاهلي بعد التتويج ببطولات كتير في السنوات الاخيره كان ليها مردود مادي كبير جدا بشوفهم ان شاء الله باذن الله في المتناول وفي الامكان واذا كانت لعبتنا الحقيقه في قمه مستوياتها وفي قمه عطائها في ال180 دقيقه دول سواء امام وفاق صيف النهارده او امام الوداد المغربي في البطوله النهائيه انا شايف انه الاهلي قادر جدا ان شاء الله باذن الله على حصد اللقب ال11 في تاريخه والثالث على التوالي واعتقد انه بيصعبوا جدا 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 وبيرفعوا جدا سقف التحدي على الاجيال اللي جايه في النادي الاهلي انا مش بقول انها نهايه جيل بالعكس ده ممكن يزودوا في رصيدهم وشايف انه مستقبلنا ان شاء الله مع التيم ده مبشر جدا جدا ونقدر نحقق افريقيا كمان في القريب العاجل وطموحنا كمان يعلى في كاس العالم الانديه وليه لا الجيل ده حقق برونزيتين وده انجاز ما حققوش اي جيل قبل كده يقدروا بحصولهم على بطوله دوري الابطال كمان يعملوا ريكورد جديد ويسجلوا انجاز جديد يحسب ليهم بالتاكيد ويحسب ليهم ان الانجاز ده اتحقق الحقيقه في ظل ظروف صعبه جدا اهمها واصعبها يمكن غياب الجمهور اللي لعبت في اوقات كتيره جدا جماهير نادي الاهلي لعبت ادوار مهمه جدا جدا في حسم القاب لصالح نادي الاهلي جوه مصر وبره مصر الجيل ده للاسف شديد في ظل غياب الجمهور عن المدرجات، صحيح الجماهير رجعت وصحيح في بعض الماتشات المهمة سواء في كأس العالم للأندية، سواء في بطولات السوبر اللي بتتلعب بره مصر، أو حتى مؤخراً في ماتشات الأهلي في أفريقيا، الجمهور حاضر لكنه بالتأكيد إنجاز هيحسب للجيل ده وأعتقد إنه من الصعب جدا على أي فريق في أفريقيا إنه يكرر الإنجاز ده مرة تانية، كل التوفيق لأبطالنا، النهارده مستنين أه مبتدئين اللقاء أعصابنا أهدى محققين سكور الى حد كبير جدا 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 مطمئن لكنها 90 دقيقه يجب التعامل معها بمنتهى الجديه والتركيز احنا في مرحله لا تحتمل اي نوع من التهاون لا تحتمل اي نوع من المفاجات وبتهالي في خلال متابعتنا يومين على شاشه الاهلي في كل البرامج الحقيقه لبعثتنا في الجزائر حاسين قد ايه انه اللعيبه نسيت تماما مباراه القاهره وقد ايه انه اللعيبه بتتعامل مع المباراه دي او هتبتدي المباراه دي وكان النتيجه في بداية المباراة هي بنتيجه صفر 0-0 وده مطلوب وده ايجابي ونتمنى ان شاء الله أن يترجم النهارده كمان انا صحيح انه النتيجة مطمنانة وحتى لا قدر الله في اسوأ السيناريوهات لو خسرنا بواحد او باتنين برضو ضامنين التأهل لكن انا بتهيألي النهارده ان المباراة كمان فرصة بعيدا عن هدف الوصول للمباراة النهائية فرصة انك انت تجرب تلعب تحت ضغط جماهيري تجرب تلعب على ارض مش ارضك تجرب انك انت تلعب بره مصر في بروفا قوية جدا وأيا كان الملعب أنا مش هتكلم خالص على ملعب مباراة النهائي والأزمة الموجودة بسبب اختيار المغرب لكن أنا شايف حتى أنه مع أسوأ الفروض حتى لو استقرينا في النهاية على أنه المغرب اللي المباراة دي أنا شايف أن الأهلي قادر جدا جدا إن شاء الله على حسم اللقب لصالحه هبعد عن الكورة شوية لأنه الأهلي فاتح أكتر من جبهة طبعا دي لقطات من معسكر الفريق وتدريباته استعدادا لمواجهة وفاق الصيف اللي هتتلعب المباراة طبعا كمان ثلاث ساعات النهارده في مباراة مهمة جدا جدا وانا اقول لكم انه الاهلي فاتح كل الجبهات فولي هاند بول باسكت بكره بالمناسبه بمناسبه الفولي بول خليني اقول لكم طبعا انه بكره ان شاء الله على شاشه الاهلي هتتابعوا مباراه دور قبل النهائي في دوري ابطال افريقيا واللي هيجامع او بطوله افريقيا الانديه ابطال الدوري بين الاهلي وبين مينا دوالا الكاميروني كل التوفيق لابطالنا وفي حالة تجاوز المباراه بكره ان شاء الله يكون معادنا في المباراه النهائيه ان شاء الله باذن الله بعد بكره المباراه دي هتذاع وهتبث على شاشه قناه النادي الاهلي وتقدروا تتابعوها بكره ان شاء الله باذن الله بعد مجهود كبير طبعا قامت به شركه لايف برودكشنز واداره القناه طبعا قدرت انها تحصل على حقوق اذاعه القناه والمباراه وخليني اقول لكم كمان زي ما الاهلي وعمالقه الاهلي في الطايره بيتالقوا فرقتنا كمان في الهاندبول قدرت توصل للدور نص النهائي في بطوله ابطال الكؤوس والنهارده ان شاء الله باذن الله هيكون معادنا مع نتمناها مباراة التتويج الأهلي إن شاء الله لو فاز النهاردة بمباراته أمام الاتحاد السكندري في الباسكت يتوج ويعلن بطلا على حساب الاتحاد المباراه النهارده هتكون المباراه الثالثه وبالتالي المباراه الاخيره مش هتتلعب كل التوفيق لأبطالنا في الكره في الـ في الهاند بول في الفولي بول وفي الباسكت بول وان شاء الله باذن الله القاب جديده تضاف لخزينه النادي الاهلي فاصل ونرجع لكم في السادسه نبدا مع حضراتكم حلقه النهارده وندخل في التفاصيل ونروح كمان للجزائر نطمن على اللمسات الاخيره بقى التاتش النهائي قبل المواجهه ان شاء الله المنتظره كمان ثلاث ساعات بس كل ده بعد الفاصل